روح الأعمال، بل هي الصورة الحقيقية لها، فبها تتشكل أفكار ومشاعر وأفعال الإنسان. لذلك كان لها من عمق الأثر ما ليس للأفكار والأعمال. نية المؤمن خير من عمله، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنها الحالة التي يستحيل وصفها وصفاً دقيقاً محدداً نهائياً لارتباطها باللا نهائي واللا محدود، فهي تواصل عميق مع جوهرنا. إنها تصور كل إنسان لمكانه في هذا الوجود ودوره على وجه هذه الأرض. هي أعمق نقطة في كيان الإنسان، وهي تمثل القاعدة والأساس للصحة والعافية.